سلامات شباب، وبنكمل مقطع في اخر محل وقفنا فيه لما اشترينا تشارم ناتش وصار في عنا تشارمز خرافية وقوية في نفس الوقت. على كل إن سألتكم شو اسوي في مقطع اليوم طالما اني فتحت الثلاثة باسز او ثلاثة دريمرز، حكتولو انه مش قتال باس بيكون مش عارف اشي اكسر القناع، بس واحد منكم حكالي لازم انزل تحت على الانشنت باسن واضل نازل لاعمق اشي في المملكة عشان في اشي مميز هناك، فهذا راح نسويه في هذا المقطع. اوه لحظة، في عندي محطة قريبة، نايس. هسا بقدر اروح، لحد هسا مش عارف شو اسوي بهذا، اتوقع اسوي هيك بس مش قادر ادخل لسبب. وهسا لازم ننزل لتحت. اها هذه علامة الملك، عشان قدرت اجيب الكينجز مارك. هذا الباب فتح، وينها؟ هذه كينجز براند، اوكي. وقدرت ادخل هان، ابصر ايش في في هالمنطقة. حاس قاعد بنزل على تعرفوا الابس من دارك سو، سبحان الله. وات؟ اوه حرفيا زي الابس، متذكرين زي الارواح في دارك سولز؟ هانا مصدرهم، وهذي كلهم زي يعني احنا كلنا عارفين انا روح سودا زيهم، بس عندي هاي الشل لان لابسها. شو الهدف من هالغرفة؟ شت، هالشي شكله بدمجني. وات ذا شت، بدمج كدي. وين صرت؟ رجعت على المدخل؟ وات؟ سول؟ ها؟ طويت ضو. شو يعني؟ هسا بطلوا يرسبنوا عشان في ضو يعني؟ وات ذا شت، في ضو هان، لحظة. برو انا مش مبين على الخريطة حتى، ليه؟ في ايتم، وات؟ ايش هذا؟ اوكي علكت، كاتسين؟ شادو كلوك، اوه صرت بقدر ادخل من جوا الاشياء. طلعوا في عليها زي ريلود، يعني بقدرش اسويها كثير، لازم استنى، يعني هذا هسا بقدر ادخل من جوا بدون ما اتدمج. اوكي هالاشي خرافي، يعني هذا الاشي الكل لازم اجيبه، بس هسا البوسات بصيروا سهلين كثير صح؟ يعني هالمنطقة خلصت، ضل بس الباب اللي ما شفته. يس هذا الاشي، بدي حجر ازرق. من وين؟ ويت وات؟ شو بتسوي هان؟ كادة بتحكي انه هانا مكان ولادتي اللي هو في ذا ابيس، بتحكي لي في عندك طريقين وانا بشجعك تختار الطريق الصعب. شو الطريق الصعب؟ يعني على كل إن هالمنطقة خلصت، ف اروح حسا مش عارف شو بدي استكشف بالضبط، بس اظن بدي اروح على منطقة مش مستكشفها اللي هي هانا. اتوقع بدي اجي هان استكشف كم من اشي. يا فوق كانيون، اوكي نايس. هسا صرت اقدر اسبح، يس. اوف والله المكان خرافي، بس في هذول الاشياء مرة تخبط عليهم بوكعوا، هذا شي كول. اوكي نايس، هسا بدخل. وات؟ شو هذا؟ ability howling graves، هاي الحركة خرافية. وات؟ ايش هذا صحيح؟ هالاشي عايش، بس صار عندي كمان حركة. بقدر اعبر هذا الاشي هسا. وات هذا زي ال مانتس لوردز؟ وات؟ اوه هذا الاشي خرافي. هلا اسال هو كيف وصل هون؟ كيف سوى هو هذا الباركور؟ هيك هذا مسكر. فيس الشيت. كمان مرة، ار يو سيريس؟ هيك فتحت الباب الموجود فوق، وهذول الاشياء شو بتسووا هان؟ ليه انتم مش في المانتس فيليج؟ فهموني. بنش بنش، الله اكبر بنش، بهتمش. وات؟ اوكي ديب نست. وات؟ مرحبا، انت اللي بتصنع كل الاقنعة؟ او يس، ايش هذا؟ بنش صح؟ بلعب موسيقى؟
لا كسرته بالغلط لحظة، ما كنتش عارف انه بينكسر. لا يا اخي تبا. دودة ياس تحرر. في كمان اشي؟ ها؟ في اشي هان شايفينه؟ برو شايفين في اشي؟ في اشي هان، في شنو مضيعه مش عارف شو هو، بس في شنو مش شايفه. مرحبا. The queen is coming. نلعب مع بعض. اوكي يعني قتال. وات؟ بس هيك؟ هذا هو القتال؟ جد؟ يعني هو بيحكي انك قاعدين نلعب مع بعض مش نتكاتل. شوي قتلني صراحة. عنده كثير هيلث، مش صعب بس عنده كثير هيلث. I'm very tired. اوكي بحتاج ينام. الكوين جاي. الكوين انت يعني زي الحيوان الاليف تاع الملكة؟ بيحكي ملكة جاي بس وينها؟ بيحكي ان الملكة حكت له تحمي هالمنطقة. ليش؟ ايش هالمنطقة؟ اوه يس! محطة! الله اكبر. Little one, I found it. The stage nest. هذا عشك؟ لكنه؟ لحظة بيحكي انه لاك عشه. نقدر نسافر عليه. نقدر نروح على عشه. اوكي بنروح على عشك. وات؟ لاك العش تاعه؟ شو يعني؟ احنا كنا بندور عليه بس لكاه. احنا كنا ها من قبل؟ منطقة جديدة. طلع عليهم ميتين. اوكي وقطعة قناع. كملته. نايس. صار عندي كمان واحد. ان امتي اكشل. بيضة مكسورة. لحظة بيض؟ يعني مش ميتين. يعني لسه في غيره. يعني هي مش منطقة جديدة بس يعني طلع يعني هم مش كلهم ميتين. في بيضة فكست برو. The last stag. There's something in there, a small formless, a presence perhaps. برو في حد عايش. في حد عايش. الاسم تغير. برو هذه اللعبة خرافية. اسمه كان The Last Stag. هلا بعد ما عرفنا انه في حد عايش صار اسمه Old Stag. هاللعبة بتجنن برو. يا كنت انا. بس والله حركة خرافية، حركة اسطورية انه هو مش الاخير، لسه في حد غيره عايش. هالحركة اسطورية يا جماعة. قبل ما اكمل استكشاف بدي اروح على Resting Grounds لاني قتلت محارب حلم. فالسيفي صار فيه 700 فبتعطيني هدية هي. Take your gift. مرة اجيب 900 ارجع لك، اعطتني هدية. كمان جزء قناع. راح اجمع. بدي قناع مختلف مش هالقناع، بدي القناع اللي بيعطيك هيلث. هذا بنكسر. ماي جاد كل هذا عشان دودة. فاين تحرر. كل هذا عشانك فكرت في اشي سري اكثر من هيك. مرحبا. اعطيني الخريطة. يس. Teachers Archives. يعني هنا هو الباس. What the shit? What the? Whoa. بموت. كمان واحدة زي هاي بموت. تقدرش تعبر من جواهم؟ فكرت تقدر تسوي الشادو داش من جواها. انا في اخر الدنيا. تعرف راح اوقف المقطع هان. فكرت اني بقدر اسوي الشادو داش من جواها بدون ما اضربها. تعرف اروح على ديرت ماوث. متذكرين مرة حكيتولي انه ممكن انك بدل ما تروح على المنطقة اللي ضيعت فيها ارواحك كل بساطة بتروح عند هذاك اللي في الزاوية وبعطيه واحدة رانسد ايج. اعطيه واحدة رانسد ايج وبرجالي روحي. بجيبها لحد عندك وبترجع كل المصاري. هذا نايم فوق. شايفينه؟ في اشي اسمه elegant key بس مش عارف شو بدي اياه. افكر اجيب الماسك شارد. تعرف نجيب الماسك شارد ليش لا؟ بضل قطعة قناع واحدة اذا قدرت اجيبها. بقدر اجيبها. مع اشياء بقدر اشتريها بكل بساطة. اتوقع اني بنهي المقطع هذا هنا. ان شاء الله يكون عجبكم.
أظن هيك أنا حرفيا استكشفت، يا طلع فتحت حرفيا كل المناطق، ويعني فتحت الطريق لهذا، فتحت الطريق لهذا، فتحت الطريق لهذا، ف حرفيا فتحت كل إشي. فاحكولي أروح أواجه البوسات هسا أو الدريمرز، ولا أستنى كمان شوي في إشي ثاني، منطقة ثانية بتحبوا أروح عليها أستكشف فيها الموجود. طبعا في برضو لسه الكولوسيوم أوف فولز ما بلشت فيه، أو بلشت فيه بس ما سويت الثانية لحد هسا. بس يا كل هيك صار المقطع، لايك وشير سبسكرايب. تحب تدعمني ماديا تقدر تسوي انتماء على القناة، بكون مشكور كثير. وإذا بتحب تشتري إشي من موقع عنوان إلكتروني استعمل كود مايوفو، هيك بتدعم القناة وبتحصل على خصم حلو. وبس هذا كان معكم مايوفو، السلام عليكم.